السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. ننتظر قليلا البقية. اليوم عندنا موضوع جميل جدا في اللغة الفرنسية، راح نتعلمو خطوة خطوة كيفاش نحلو وضعية إدماجية في اللغة الفرنسية. حطيت لكم رابط النموذج في صندوق الوصف. ننتظر قليلا لأن هذا الموضوع موضوع مهم وفيه وضعية إدماجية، قلت سنحلوها بإذن الله خطوة خطوة. هكذا باش تولوا كل وضعية تحلوها بكل أريحية. نبدأ على بركة الله. بسم الله. إذا اللي ما راهيش واضحة عنده الصورة يعدلها على 360 من فضلكم، أنا عدلتها من عندي. نبداو نقراو الموضوع. فيزيت أبو سعادة، تحية إلى ناس بوسعادة. En quittant cet if، عند مغادرتنا الصيف، nous nous engageons sur la route de بوسعادة، يعني دخلنا في طريق تاع بوسعادة. Il fait chaud، يعني الجو كان حار، mais le trajet n'est pas fatigant، لكن يعني الطريق الرحلة هذيك تاع الطريق ما كانش متعبة. Il n'y a pas de virage، لا يوجد منعطفات. Le tracé est linéaire droit، يعني هذيك الطريق كانت يعني خط ومستقيم droit. Nous admirons les montagnes rocheuses، يعني كنا ننظر يعني بإعجاب. Admirons c'est إعجاب، admirer هي نظر بإعجاب. Nous admirons les montagnes rocheuses، يعني الجبال الصخرية. Nous nous approchons de بوسعادة، اقتربنا من بوسعادة. La porte du désert، بوابة الصحراء. Le coucher du soleil est féerique، يعني غروب الشمس ساحر، فييريك ماجيك، هادو كلها مرادفات. Les dunes de sable، الكثبان الرملية، donnent un décor fabuleux، تعطي ديكور يعني رائع، ديكور ولا يعني هذاك المنظر هذاك رائع. نقراو النص بدون ترجمة. Visite à Boussada. En quittant Sétif، nous nous engageons sur la route de Boussada. Il fait chaud، mais le trajet n'est pas fatigant. Il n'y a pas de virage. Le tracé est linéaire droit. Nous admirons les montagnes rocheuses. Nous nous approchons de Boussada, la porte du désert. Le coucher du soleil est féerique. Les dunes de Boussada donnent un décor fabuleux. نروح الآن نقراو les questions. نقراو كل الموضوع. كي نكملو الموضوع نحلوه. Compréhension de l'écrit. فهم المكتوب. Quelle est la ville visitée par l'auteur؟ ما هي المدينة التي زارها الكاتب؟ Relève du texte un adjectif attribut، استخرج من النص un adjectif attribut. كاينة دو جونغ دادجيكتيف، كاينة اتريبيو وكاينة ايبيتيت، كنا شفناهم الفصل الأول. Relève du mot du vocabulaire de la visite. Vocabulaire يعني أفراد عفوا مفردات النص اللي تدل على الزيارة. Quatrièmement, un décor fabuleux. هذه المسطرة تحتها. Le mot souligné veut dire. هذه الكلمة المسطرة تحتها تعني petit a magnifique، petit b vilain،
petit c sombre ومن بعد نفهمكم شمعنى هاد المفردات ما كنقول لكم دوكا تعرفوا الاجابه نروح الى الصفحه التاليه نحاول نسقم الورقه باش تشوفوا مليح Mais au passé composé, le verbe souligner. عطاونا هنايا جمل. Le verbe est souligné. يعني الفعل راه مسطر تحته. هنا راهو il est conjugué au présent de l'indicatif. طلبوا مني اني نبدل الزمن نرجعو passé composé. الماضي المركب. Nous admirons les montagnes rocheuses. Le verbe admirer. Nous nous approchons de Boussada. Le verbe approcher. Sixièmement, les homophones. Mais ce ou ce. Les متابعيني يوميا على بالهم باللي شرحت من قبل ce ou ce كيفاش نفرقوا بيناتهم كي نلحقوا لهاد لا كيسيون نعاود نشرح ما كاش مشكل. Les visiteurs فرار راح نحط ce automatiquement la prononciation ne change pas نقول les visiteurs se réjouissent du décor fabuleux. Ou هنا ايضا la prononciation est la même نقول ce désert est immense donc نكتبها هكذا ولا هكذا ومن بعد نشوفوا la production écrite لحقنا الوضعيه الادماجيه اللي عليها pratiquement la moitié تاع la note totale قالوا لنا écris un court texte dans lequel tu présentes un lieu choisi يعني الوضعيه المعتمده هذا الفصل حتكون تشبه لهذه اما musée اما مدينه اما يعني مكان تزوروه ونوصفوه ومن بعد نشوفوا الخطوات خطوه خطوه كي نلحقوا الوضعيه aide toi de la boîte à outils هنا لا بواط ا اوتي يعني راهي بوفر فقيره ما فيهاش بزاف كلمات لهذا انا يا معتمدتش الحل اللي راهو موجود عندكم في الرابط الحل نديرو وحدي بالخطوات باش تعرفوا كيفاش درناه عندنا لي فيرب فيزيتي سو ديبلاسي voir contempler عندنا beau superbe magnifique دائما هاد النوع من الكلمات نحفظوهم ونحفظو كيفاش يتكتبوا كيما في الفصل الاول حفظنا domestique sauvage حفظنا herbivore carnivore هنا ايضا كاين quelques mots اللي لازم يتحفظوا سورتو هاد لي مو هادوما اللي يدلوا على الوصف يدلوا على المشاعر لي سنتيمون beau superbe magnifique féerique هادوما لازم يتحفظوا ويتحفظوا كيفاش يتكلموا يتكتبوا عفوا عندنا لهنا Alger مقام شهيد لي غراند زارتير نبداو نحلوا الموضوع alors compréhension de l'écrit فهم المكتوب compréhension de l'écrit c'est très important يعني لازم التلميذ يكون يفهم واذا ما يفهمش مليح اللغه الفرنسيه يقدر يعتمد على الكلمات المفتاحيه par exemple هنا quelle est la ville visitée par l'auteur هنا la ville بين عندنا visite لاحظوا لهنا في العنوان يقدر يجبد الجواب visite à Boussada donc la ville visitée par l'auteur est Boussada d'accord واش نقولوا نحاولوا نديروا اجابه كامله نقولوا نقولوا la ville visitée par l'auteur est deux points ونذكروا اسم la ville اللي هي بوسعادة هي normalement on commence par une majuscule parce que c'est un nom propre ونديروا trait d'union ونكتبوا بوسعادة بوسعادة داكور نروحو relève du texte un adjectif attribut l'attribut du sujet هو اللي يجي مور لي فيرب d'état كنا شفناهم في الفصل الاول نشوفو ان فيرب d'état هي de préférence نشوفو le verbe être داكور كي نشوفو لو فيرب اتر نعرفو بلي لادجيكتيف لا هو بعدو هو سيت ان ادجيكتيف اتريبي باغ اكزومبل عندنا هنايا لاحظوا هنايا عندي اي
جاب موراها ان ادجكتيف دونك اوتوماتيكمون هاد لادجكتيف سي ان ادجكتيف اتريبيو ونقولو لادجكتيف اتريبيو اي هنا ندير دو بوين ونكتبو فيريك نحاول نسقم لكم الورقه باش تجيكم سهله تشوفوا نغير اللون فيريك فوالا نروحو لا ترويزيام كيستيون لا ترويزيام كيستيون اي غوليف دو مو دو فوكابولير دو لا فيزيت يعني زوج مفردات هاد المفردات هادوما يكونوا يعني يهضروا على يبينوا لي بلي سي اون فيزيت لهنا يعني هي رحله واش عندنا عندنا لاحظوا لهنايا عندنا nous nous engageons non عندنا لو تراجي ان تراجي بيقول قمنا on s'est déplacé يعني انتقلنا من مكان الى مكان ودرنا ان تراجي ان تراجي بيقول الطريق الطريق دونك هذا لو تراجي ديجا سي ان مو وعندنا ايضا nous admirons les montagnes nous admirons يعني في الطريق هذا on admire نشاهد بإعجاب المناظر دونك عندنا دو مو اللي هما لو تراجي عندنا لو تراجي وعندنا ايضا لو فيرب ادميرون نديرو بالسوجي تاعو نو ادميرون عندنا كاتريامون ان ديكور فابولو رائع La, le mot souligné, c'est fabuleux. Nous cherchons synonyme de le mot adjectif. On a magnifique, magnifique là, attendu. Donc, c'est le synonyme de le synonyme de fabuleux, magnifique. C'est aussi des mots de l'excellent choix qu'ils ont, qu'ils ont utilisé dans le texte. Vilain, il dit sombre, il dit Donc, vilain ou qabih, c'est tout à fait le contraire de le mot fabuleux, d'accord? نروح الآن إلى لا كيسيون نيميرو 5 لا كيسيون نيميرو 5 قالوا لي مي او بري نون مي او باسي كومبوزي لو فيرب سوليني يعني الفعل المسطر تحته نحولوه الى الماضي المركب وكنا هضرنا قلنا الماضي المركب كلمة مركب معناتها عندي كلمة ركبت عليها كلمة ولات مركبة كي ولات مركبة لازم نعرف شنو هي الكلمة الأولى وشنو هي الكلمة الثانية داكور الكلمة الأولى هي être ou avoir و être ou avoir ce qui est bien c'est que راهم conjugué au présent اللي نعرفوه نعرفو الكونجوغي و être ونعرفو الكونجوغي و avoir donc عندي être ou bien avoir هذه الكلمه الاولى داكور هادو ما في زوج يعني وحده منهم مي نكونجوغيهم او بريزون دو لانديكاتيف بريزون دو لانديكاتيف هي هو الفعل اللي هو الوقت يعني الزمن اللي الكل يعرف يكونجوغيو نعرفوا كلنا نكونجوغيو اتر ونعرفوا كلنا نكونجوغيو افوار ما عندناش مشكل معها المشكل الان في البارتيسيب باسي البارتيسيب باسي منين نجيبو من لو فيرب سوليني ou là, le verbe qui attend entre parenthèses. Maintenant, nous avons le participe passé. Donc, dès qu'on a dit un verbe fait ER, il classe ER, c'est simple. Comme nous l'avons dit, c'est simple. C'est simple. C'est admirant. C'est en fait, à l'infinitif, il y a admiré. Nous avons dit ER, on déplace ça, E accent. Approchons, c'est en fait, à l'infinitif, approcher. Il classe ER. C'est des verbes qui appartiennent au premier groupe. D'accord? Donc, je vais dire anaya, n'hi faqat le er hadik ou je le remplace avec un e. Min ba'd ida stamelt avoir, le participe passé ybqa inchangeable, yqad invariable, yqad kima rahou, ma ytbeddelch. Lakin ida stamelt ma'a être, être ybeddel li l'omour, être y détecter le féminin yzid lou le e ou tanit y détecter le pluriel yzid lou s. Daiman ma'a être, nzid le e au féminin ou nzid le s
au pluriel دائما دا. Donc هنايا في الفراز ديالنا عندنا نو ومن بعد عندي ادميرون هذه ادميرون حتخرج منها البارتيسيب باسي قبل ما نكتب البارتيسيب باسي نكتب قبل اتر ولا افوار خاطش هادو هما افعال مساعده دي زوكسيليير سا با نو زيدي ا فورمولي لو فيرب تاعنا او باسي ا كونجوغي باردون لو فيرب تاعنا او باسي كومبوزي داكور دونك لهنايا نو تقعد هي سا شونج با نو ce qui va changer c'est le verbe اللي يتبدل هو الفعل تاعنا admirant انا حنزيد لها اما نقول باسكو عندي نو انا حنستعمل ار اما نقول نو سوم اذا استعملت ار نقول نو سوم اتر نقول نو سوم واذا استعملت avoir نقول نو زافون و admirer حتولي admirer avec e accent هايليك admirer تاعي le participe passé تاعي اما نقول نو سوم ادميري اما نقول نو زافون ادميري نو زافون بيقول قمنا بالنظر باعجاب اون بليس كنت قلت لكم بلي كاينه 14 فيرب يعني هي قاعده تاع 14 فيرب تاع لا ميزون دو فيرب اتر ادميري ماشي منهم ماشي من هذوك 14 فيرب دونك ادميري حنستعمل معاهم لو فيرب افوار نقول نو زافون nous avons admiré لو كان نقول nous sommes admirés معناتها داك الاعجاب وقع عليا انايا معناتها يعني انا اللي عجبت انا يعني نعجب في في في, في, في الناظر في الشاهد لو يشوف مفهوم لكن انا قمت انا اللي نتعجب انا اللي نشوف وعاجبني واش راني نشوف دونك لهنايا نقول nous avons admiré واش راني نشوف راني نشوف لي مونتاني روشوز وعجبوني ماشي انا اللي عجبت لي مونتاني روشوز داكور لو كان نقول انا نو سوم ادميري معناتها سي كوم سي لي مونتان روشوز هما اللي يشوفوا فيا وهما اللي انا عجبتهم سي دون سو سونس هنا نو زافون قمنا ب برؤيه هاد لي مونتان يعني الجبال الصخريه باعجاب دونك نو زافون ادميري المهم لازم تعرفوا بلي كاين 14 فعل بيان سور كل قاعده عندها استثناءات حتى هادو 14 فعل عندهم استثناءات كي يكون سي او دي مش حابه نخلطها لكم فقط كي يكون سي او دي نقدروا نستعملوا معاهم لو فيرب افوار مي هنايا بور لو مومون لازم تشوفوا باللي 14 فعل هذوك نستعملوا معاهم اتر و اون دور من 14 فعل هذوك نستعملوا افوار ادميري ما كاشها مع 14 فعل اذا حنستعمل معها افوار نو زافون ادميري لي مونتاني روشوز لي مونتاني المهم غوشوز لا دوزيام فراز نونو ابروشون نو نو ابروشون دو بوسعاده لاحظوا لهنايا قلت لكم بلي لو فيرب ابروشون على انفينيتيف ابروشي يخلص ب او ار دونك لو بارتيسيپ باسي تاعو يخلص ب او اكسون داكور دونك لهنايا ما يتبدل والو فقط في بلاصه الفعل المسطر تحته نحط دو مو نحط اتر زائد بارتيسيپ باسي نحي كلمة هنايا ونحط اتر زائد بارتيسيباسي نو ونو تبقى كما هي ما نبدلش فيها خاطرش هذا نو تاع لو سوجي هذا نو تاع لو سوجي مي بصح هذا نو الثانيه هذه تبع للفعل باسكو سي ان فيرب برونومينال ما ننساوش سو بروموني هذا سي لو فيرب سو بروموني دونك لهنايا نقول نعاود نكتب نو تاعي الاولى ونكتب نو تاعي الثانيه ما يتاثر فيها والو من بعد انا حندير اما اتر اما افوار او بريزون يعني الا درت اتر نقول نو نو سوم بروموني باردون ابروشي لو فيرب ابروشي دونك نو نو سوم ابروشي كيف كيف ابروشي تان سي ان فيرب دو بروميير غروب دونك يخلص البارتيسيپ باسي تاعو يخلص باكسون دونك اما نقول نو نو سوم ابروشي ولا نقول نو نو زافون نو نو زافون ابروشي دونك ديجا في النطق تاعها دي ثقيله نو نو زافون ابروشي دونك هنايا نو نو سوم ندير لو فيرب اتر نو نو سوم ومن بعد نزيد لو بارتيسيپ باسي مي نستخرجو لو فيرب سوليني ولا لو فيرب اللي حطوه هنا اونتر بارونتيز ابروشي ابروشي ندير لو
et à la khatach participe passé من بعد je vérifie انا استعملت لو فيرب اتر واش نزيد له نزيد له اس تاع البلوريال ولو كان هاد الجماعه اللي تهضر هي مجموعه من النسوه نزيد او مي لا ماهمش جماعه من النسوه تما هنا سي لا فامي هي كلها ذكور واناث دونك لهنايا نزيدو اس تاع الجماعه فقط زدتها جي اكوردي لو بارتيسيپ باسي مع لو مع لو سوجي تاعي باسكو عندي لو فيرب اتر نروحو لا كيسيون نيميرو 6 لا كيسيون نيميرو 6 سي لي زوموفون اومو متماثل فون الصوت كيما تيليفون كيما داكور فون تو سكي فونيتيك فون حب يقول الصوت معناتها بلي صوتا كي ننطقها ننطقها دو لا ميم فاصون لكن كتابة ووظيفة ما يتشابهوش ما عندهمش نفس ما عندهمش نفس الوظيفة دونك عندي زوج عندي سو اللي تكتب افيك ان سي وعندي سو اللي تكتب افيك avec un S. D'accord. Hada ce, hada ism ishara. Un adjectif démonstratif. D'accord. Hada ism ishara. Hada ba'd menno daiman nlqaw ism. Ou hada ce hada ta les verbes pronominaux. Hada puisque huwa ta les verbes pronominaux, c'est pour ma'a il, elle au singulier, il ou elle au pluriel. هذا دائما بيسك تاع لي فيرب واش نصيبو بعد منه نصيبو بعد منه فعل معناتها كي يقولوا لي lorsqu'on me demande de placer ce ou la ce كي يقولوا لي نحط ce ou la ce واش ندير انا دائما je vérifie الكلمه اللي بعد الفراغ عندي هاد الكلمه لازم نفيريفيها وعندي هاد الكلمه نروح je vérifie le mot هذا réjouis e n t c'est un verbe Donc, on a dit que les verbes, on a dit qu'il y a ce qui est avec un S. Ça fait qu'on a dit que ce. Les visiteurs, c'est le sujet, se réjouissent. C'est un verbe. Se réjouissent du décor fabuleux. Donc, la deuxième phrase, c'est la deuxième phrase qui est que nous avons dit que nous avons dit que nous avons désert. ديزير كيما في اللغه العربيه في اللغه العربيه الاسم نزيد له الف ولام نشوف ولا مثلا معلم المعلم كي نزيد لها الالف ولام حاب يقول اسم في اللغه الفرنسيه نزيدوا لي ديتيرمينون نقدر نقولوا ان ديزير نقدر نقولوا لو ديزير لي ديتيرمينون دونك الا قدرت نزيد ان اون لو لا لي دونك هذا سي ان نون اسم وبما انه هو اسم واش نزيدوا له نزيدوا له نديرو قبل منه سو سي ان ديتيرمينون داكور الاسماء يجو قبل منها لي ديتيرمينون دونك نكتبو هنايا سو ونكتبوه ماجيسكول تحاسبو على لا ماجيسكول على لو بوين داكور سامحوني بك دقيقه نشرب الماء انا حنهضروا على لا برودكسيون اكريت لا برودكسيون اكريت نتمنى الفكره راهي توصل نتمنى راكم تفهموا الشرح اللي راني نقولو نبداو لا برودكسيون اكريت اذا تبعوا معايا مليح لا برودكسيون اكريت على خاطرش حنشرحها لكم خطوه خطوه وهذه هي الخطوات المعتمده في كل مره نكتبوا فيها اون برودكسيون اكريت من هذا النوع يعني شرح وصف يعني خلال رحله ولا ميوزي ولا دائما اون دور دو بروغرام خاطرش عندنا نوعان عندنا بروغرام دون فيزيت تاع لو ديبار لاريفي par exemple à midi le فطور à 13h درنا هكا اللي فيها الاوقات التوقيت هذاك سي ان بروغرام عندنا البروغرام كنا شفناه من قبل في الوضعيه الاولى ولا الثانيه ولا
هذا لان هذا النموذج رقم 5، عندنا 4 نماذج من قبل منه. دونك تلقى في النموذج الاول والثاني على قيل الاول والثاني تلقى فيهم بروغرام دون فيزيت. الان انا نوصفوا رحله، انا نوصفوا مكان خلال رحله تاعنا. الان اول خطوه وشنو هي؟ نجيب ورقه ونشرح لكم بالتفصيل. نديروا جمل كما تعلمنا في الفصل الاول. كاين بزاف اللي نجحت عليهم هذيك الطريقه وقالوا لي باللي ولادهم جابوا في الوضعيه يعني 3 ونصف حتى 4 نقاط جابوها، وكانوا من قبل ما يعرفوش يديروا الوضعيه كما يجب. الان واش عندنا؟ قالوا لي اكري ان كور تيكست دون لوكيل تو بريزونت ان ليو شوازي، يعني اكتب نص قصير في هذا النص هذا حتى صف مكان من اختيارك. هما قالوا لي من اختيارك لكن هنا محطوا لي مقام الشاهد. اد توا دو لا بواط اوتي، راح نستعينوا بلا بواط اوتي. لا بواط اوتي كما راكم تشوفوا فيها ما فيهاش بزاف المفردات، لهذا قلت لكم كاين مفردات من الافضل يحفظوهم. هي مليحه تحفظوا المفردات لانه يعني لازم الواحد يثري اللغه اللي راهو يتعلم فيها، سواء كانت لغه عربيه الانجليزيه الفرنسيه لا يهم، المهم اللغه لكن نتعلموا فيها. لو كان ما عندناش مفردات ما نقدروا نديروا والو. اول حاجه نديروها في الوضع الادماجيه هي اليوم اللي قمنا به بالرحله، الزمن. مش شرط يكون يوم، مش شرط نقول ماردي باسي ولا لندي باسي، مش شرط نذكر اليوم. نقدر نقول pendant les vacances d'été، pendant les vacances d'hiver ولا printemps ولا. دونك اول حاجه الزمن، هذه اول حاجه. اول خطوه تاعي نكتب جمله فيها الزمن. باغ اكزومبل نقول pendant les vacances d'été، كل جمله نبدلها لكل مرحله حنغير اللون باش تتبعوا معايا. دونك المرحله الاولى لازم نقول pendant les vacances d'été mardi passé، عندكم الاختيار. انا نخير pendant، هذا ا ماشي او داكور، pendant les vacances pendant les vacances d'été. يعني هاي الجمله الاولى يعني خلال عطله الصيف. هذه اول جمله نكتبوها الزمن. pendant les vacances d'été mardi passé la semaine dernière، دائما في الباسي قمت بها، ساي درت هذيك الرحله وكملتها. من بعد عندنا ثانيا واش نتذكروا؟ ثانيا راح نتذكروا الوقت باردون الوقت هو الزمن. المرحلة الثانية راح نتذكروا الرفقة مع من رحت والوجهة وين راني رايحة. الرفقة والوجهة، جو سوي الي افيك ما فامي، جو سوي الي افيك مي كاماراد، جو سوي الي افيك ما على باليش انايا لا ميتريس اي مي كاماراد، جو سوي الي افيك مي زامي مي فخير مي سور. الرفقة. ومن بعد نقولوا pour visiter، في نفس الجملة نقولوا pour visiter مقام الشاهد، pour visiter كونستانتين، pour visiter يعني السيتيف ولا يعني نذكروا الوجهة تاعنا. داكور باغ اكزومبل هنا نهضروا على مقام الشاهد، واش نقول؟ نقول je suis allée. بون هنا الا كنت انايا تلميذة فتاة نزيد او، علاش؟ خاش باغ هذا سي ان بارتيسيب باسي، انا كامرأة واستعملت لهنا اتر وعندي بارتيسيب باسي جاكورد نزيد او. داكور الا كان تلميذ هو يعني ولد ماشي تلميذة ما يديرش الاو، يدير فقط او اكسون. هذه حطيتها انا اونتر بارونتيز الاو، نضيفوها ونحوها على حسب المتكلم الا كان ذكر ولا يكون انثى. دونك جو سوي الي افيك ما فامي افيك ما فامي مع عائلتي، ذهبت مع عائلتي وين فيزيتي. Je suis allé donc visiter, je le mets à l'infinitif. Visiter. واش نفيزيتي؟ قالوا لي مقام الشاهد، نكتب مقام الشاهد.
مقام شهيد نورمالمون مكتوبه بك ماجسكول شهيد وين جاي لو ليو الوجهه لازم نذكر لو ليو داكور وين جاي ا الجي Je suis allée avec ma famille visiter Sétif. Je suis allée avec ma famille visiter Bijaya. Je suis allée avec ma famille visiter le musée de Kada Wakada. Donc, toujours, on a la même phrase. Par exemple, on peut dire avec mes amis, avec mes frères, avec mes femmes. Ou on peut dire que le mec est à l'aise ou je t'en prie. هنايا هذه الخطوة الثانية الخطوة الثالثة وسيلة النقل راكو تبعوا فيها الخطوة الثالثة لو مويان ترونسبور وسيلة النقل وسيلة النقل نقدر نروح باغ افيون نقدر نروح باغ تران باغ بوس باغ فواتور نقدر نخير اي وسيلة نقل حبيت نخيرها او نقدر نستعمل لابواتا ووتي لابواتا ووتي تاعنا هنا لي ميغر يعني بوفغ ما فيهاش بزاف الكلمات ميغر حاب يقول رقيقه باللغه العربيه دونك لابواتا ووتي تاعنا ما فيهاش بزاف مفردات لهذا حبيت انا نخدم وحدي ونوري لكم المفردات اللي لازم تتفكروهم في كل وضعيه الان لهنا واش نقول نو نو سوم ديبلاسي نقدر نقول هكذايا باش نستعمل وسيله النقل انتقلنا يعني on s'est déplacé نتقلنا من المكان راني فيه للمكان اللي انا راني متجهه ليه نقولوا نو نو سوم يعني انا وعائلتي هنا رانا جمع دوكا نهضر بصيغه الجمع هنا كنت هضرت بصيغه الافراد avec ma famille ان هنايا انا جمع نو نو سوم déplacé واش نزيد ديبلاسي واش نزيد لها نزيد لها اس على خاطرش عندي سوم عندي لو فيرب اتر وعندي نو دونك نزيد اس لهنايا بارتيسيبا سي لو باسي كومبوزي هذا باغ لحد الان شوفوا هادي نحفظوها نو نو سوم ديبلاسي باغ من بعد لي موراها من اختيارنا ولا من لا بواتا اوتي باغ فواتور باغ تران باغ افيون باغ باتو داكور هنا لو موان ترونسبور سوا نرفدوهم لا بواتا اوتي سوا من اختيارنا انا اخترت باغ فواتور دائما هادو هما المراحل اللي نتبعوهم من بعد لحقنا يعني اللي كاين شويه ديفيكولتي حد الان سهله كلمه وين كاين شويه ديفيكولتي هي هنا الوصف على بها قلت لكم كاينه مفردات لازم نحفظوهم مفردات تاع الوصف هنا انا لحقنا الوصف هو الاعجاب الوصف باعجاب جو بريفير qui nous offre, on a vu des paysages, on a vu des montagnes, on a vu des animaux. Là, là, on a vu des montagnes fabuleuses, on a vu un paysage époustouflant, on a vu... Il faut utiliser les adjectifs. Le programme a marre des adjectifs. عرفنا كيفاش اون لي زاكورد كيفاش نستخرجوا ادجكتيف فيمينا من ماسكولا هادو ما علاش تعلمناهم تعلمناهم باش نستعملوهم لهنايا في التعبير ديالنا كي نعبروا باللغه الفرنسيه نستعملوا لي زاجيكتيف لازم الوصف لازم نستعملوا الوصف الوصف باعجاب واش نقولوا باغ اكزومبل نقولوا نو زافون ادميري لو بو بيزاج اول حاجه نشوفوها كي نكونوا دون ان بوس ولا دون اون فواتور ولا رايحين نشوفوا لو بيزاج كي سو ديفيل اللي يمر قدامنا هكذايا نشوفوا هكذا لي مونتان ساعات نشوفوا لي شون ساعات نشوفوا لي فاش نشوفوا دونك هادو ما كامل حنشوفوهم في طريقنا واش نقولوا نقولوا نو زافون ادميري ندير لكم عده جمل نو زافون هنا عندي لو فيرب افوار دونك جو ناكورد با نو زافون ادميري ادميري On a admiré quoi? Les beaux paysages. Le manader al-jamila. Les beaux, X, al-khadash jama, paysages. Paysages, tenit jama, ndilha S. Nakhdar, ou la nam tmekna chouya min l'oral financier, nakhdar nzid n'koul tout au long
على طول الطريق tout au long. حاولوا يعني تشفروا على هذه العبارات اللي نكتب لكم فيها، يعني سهله باش تحفظوها. tout au long du trajet، trajet شفناها مقبله. tout au long du trajet نقدر نحبس لهنا، يعني nous avons admiré les beaux paysages. mais اذا كنت انا متمكنه نقدر نزيد tout au long du trajet. واش تاني تنقولوا؟ نزيدوا جمله واحده اخرى في الوصف. واش نقولوا؟ نقولوا par exemple à notre arrivée، ولا عند وصولنا نقدروا نقولوا على مقام الشهيد. on va نحن نوصفوا، on va décrire، on va نحن نوصفوا مقام الشهيد puisque الوضعيه راهي عليه لازم نهضروا عليه. نقولوا عليه واش نقولوا؟ نقولوا مقام الشهيد، هذا A. مقام الشهيد، الناس اللي شافوا مقام الشهيد يعرفوا بلي il domine toute la ville d'Alger، معناتها يهيمن على هذيك المنطقه هذيك. دايور كي ندخلوا لالجي اول حاجه تعطي لينا هكا من البعيد سي بيان لو سانكتوير دي مارتير، يعني مقام الشهيد. اون فرونسي نقولوا لو سانكتوير دي مارتير، مقام الشهيد دو مارتير. مقام الشهيد دومين، يهيمن، دومين toute la ville d'Alger. toute la ville d'Alger. نزيدو وصف جملة واحدة أخرى. واش نقولو؟ نقولو par exemple عطاونا لهنايا نستعملو شوية من هادوما، واش نستعملو لي غروند زارتير. واش معناتها لي غروند زارتير؟ هما الشرايين، الشرايين معناتها اللي فيهم الحياة وفيهم الحيوية وفيهم معناتها سي لي غروند رو تاع 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 ألجي اللي فيهم الناس وفيهم الفايفيان وفيهم الحوانات وفيهم دونك هادي واش معناتها لي غروند زارتير اللي فيهم الحياة اللي فيهم يعني النشاط فيهم. دونك لهنا واش نقولوا؟ نقدر نقولوا نو سوم ديبلاسي باش نستعملوا شوية. اون بليس حنستعمل لو فيرب اللي عطاوه لي لهنا سو ديبلاسي. دونك نقول نو سوم سي ان فيرب برونومينال. شوفوا سو ديبلاسي نو سوم، لاحظوا حنستعمل لو فيرب اتر وعندي نو عندي بلوريال دونك جو دوا اكوردي. نو سوم ديبلاسي انتقلنا، ديبلاسي نزيد اس سور ونستعمل هذا ار سور لي غروند زارتير. انا استعملت لهنايا لا بواط اوتي سور لي غروند، لي غروند ندير اس باسكو بلوريال لي غروند زارتير. ما نساوش لي زاكسون لي غروند زارتير. والان نزيد نقولو نو افون ادميري، عندنا لهنا ادميري ما عندناش بصح قلت لكم هاد الكلمات نحفظوهم ادميري ادميرابل هادوما كلمات نستحقوهم خلال الوصف ديالنا. اي نو افون ادميري، نو افون ادميري ما نزيدش اس لاني عندي افون لهنايا لو فيرب افوار. نو افون ادميري شاك ديتاي، كل يعني تفصيله عجبتنا. شاك ديتاي، شاك ديتاي. ومن بعد خلاص انا كملت الوصف ديالي. واش نقول؟ نقول باغ اكزومبل كخاتمه نعطيكم زوج خاتمات لهنا. انا هاد المرحله دوك خمسيامو حندير الخاتمه، نعطيكم زوج خاتمه، واحده شويه طويله وحده شويه وحده شويه قصيره. تحفظوهم معليش لا باس تحفظوهم لانها تمشي مع كل الوضعيات. الخاتمه اللي حنكتبها لكم دوكا تماما مثل المقدمه هذا تاع الزمن والرفقه والوسيله، هذوما يمشوا مع كل الوضعيات. وهنا الخاتمه ايضا تقدر تمشي مع كل الوضعيات. نعطي لكم وحده منهم اللي تكون شويه طويله. باغ اكزومبل نقولوا نو سوم رونتري، دخلنا ولينا ونسكنوا. نو سوم
لاحظوا اني استعملت نو وعندي لو فيرب اتر دونك لو بارتيسيب باسي لازم ناكورديه دونك كي نقول نو سوم رونتري لازم ندير الاس رونتري لازم نزيد الاس نو سوم رونتري افيك بلان دو بو سوفينير يعني بذكريات جميله يعني لو بلان يعني معمره سوفينير دو بلان دو بو avec X parce que au pluriel, souvenir, avec S aussi. D'accord. Mbad ou chandana, retelkoum natekoum zouj, imma hadit hattouha ka khatima, أو تحطوا هذه لا دوزيام شويه صغيره نقولوا nous avons passé des vacances magnifiques ولا inoubliable ولا نديروا حاجه هكذايا تكون شابه nous avons le verbe avoir donc je n'accorde pas nous avons passé جوزنا des vacances هايلين nous avons passé des vacances نقولوا magnifiques ولا des magnifiques vacances, des vacances inoubliables, là, d'accord? Magnifique. Dire S. فقط هذه الوضعية تاعنا. أنا طولتها لأني باش نعطيكم خيارات باش يعني كي يكون عندكم خيارات يعني انتم تحفظوا اللي جاتكم سهلة واللي جاتكم خفيفة في الكتابة تاعها. فقط هذه هي الوضعية تاعنا وهكذا نكونوا كملنا كملنا الحل. J'espère que vous avez compris. J'espère que vous avez comme sujet. Demain, inchallah, on dira la langue arabe. Bi'idhnillah, on vous donne la langue arabe et on vous donne la manière de écrire le taqrir. J'ai voulu vous donner le taqrir hier, mais hier, c'est trop long, le travail de moi. قلت نستعفى فقط ربع ساعة ولا نص ساعة ونوض نخدم نوجد للبث المباشر والله ما قدرت يعني البارح نال التعب مني لهذا سامحوني البارح ما قدرتش ندخل لللايف ما قدرتش ندير لكم بث مباشر غدا بإذن الله ندير لكم لغة عربية وندير لكم طريقة كتابة التقرير بالعناصر تاعو خطوة خطوة بنفس الطريقة اللي درناها الآن في هنا في كنت حابه ندير لكم البارح كنت حابه ندير لكم تقرير على التلوث ربما يطيحوا على خطاش في التقويمات لانه التقرير راه مبرمج للفصل الثاني كما كانت الرساله في الفصل الاول بعد غد ان شاء الله ندير لكم رياضيات بعد غد ان شاء الله مفهوم دائما كما تفهمنا كما تعودنا نتلاقاو على الساعه السابعه اترككم في رعايه الله وحفظه اتهلاو في روحكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته